الأهلي يسحق فاركو بثلاثية نظيفة ويتربع على قمة الدوري منفردا. كابتن شريف ألف مبروك، نادي الأهلي يعود تاني للصدارة وثلاثية رقم 11 لمستر كولر مع النادي الأهلي. مبروك. الله يبارك فيك. الشناوي لاعب فاركو الشوط الثاني، والخبرات الأهلوية عملت الأفضلية في المباراة كلها. أنا قلت لك من قبل الماتش ما تتوسمش في رمضان انك انت هتشوف كوره طبيعيه او شكل واضح جدا ان في حاله اجهاد على الفرق، يعني مش فرقه الاهلي بس، كل الفرق اللي بتلعب في رمضان. حاله الصيام طول اليوم ورجعت انك انت بتفطر وبعدين تستعد انك انت هتعمل مجهود في ضغط عصبي ودوافع ليك انك انت خاصه الفرق الكبيره بيبقى مصحوب بالاصابات، خد بالك مصحوب بخواطر اللعب والاحتكاكات، واللعيبه ما بيبقاش فريش قوي انه يقدر يتفادى دخول جامد عليه، او وديك شفت كل كره نلاقي اثنين ثلاثه بيقعوا من الفرقتين، اي لمسه بتحصل خبطه في الانكل. حصلت كريستو في اول المباراه مرتين حصل له التواء. فاللعيب هو فريش وحالته بدنيه بيتفادى الحاجات دي، ايمن بيقدر يلعب كورته السليمه ويسهل على نفسه ويبقى موجود والدنيا تبقى الفرقه كلها في نفس الشكل البدني. ها لما يبقى عندك بطء في الاداء او بطء في بناء الهجمه بتبقى الفرق اللي قدامك رجعت كلها. مظبوط. زي ما انتوا قلتوا في قبل المباراه بنلعب 6-3-1 كويس؟ فده بيتطلب منك انك انت بتعمل محاولات كتيره كتيره كتيره. انا وعلاء قلنا لك، انت سالت الحل ايه؟ قلنا لك الاطراف. فكان الاطراف هي الحل الاول والوحيد في الشوط الاول، وكنت ممكن تكسب باكتر من كده على فكره لو انت عندك تحركات جيده في الشوط الاول بتاعنا احسن من الشوط الثاني ببعيد. انت بقيت بتلعب على الكاونتر اتاك بتاع المباراه في الشوط الثاني، وحصلت شويه تغييرات طبعا. الناس كلها هتقول ايه السبب؟ ما هو السبب الحاله اللي انا قلت لك عليها، ان الراجل هو قاعد بره على الخط حس ان نص ملعبه مخترق. الراجل اسمه دمارية ده بيعدي وبيروح، مجهوده اقوى من لسه محمود متولي جاي، معلول في الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه. حمدي فتحي سايب معلول خالص النهارده، ما فيش هيلبنج ولا في الاحساس بامتى ده يطلع وانا اكون مكانه والحاجات دي. الناس كسبانه 2-0 فالناس عايزه زي ما احنا كلنا طالبين الجون الثالث عشان يقتل المباراه تماما. فبتبقى انت قاعد مستني ان اللي قدامك يغلط عشان انت تتبادل نفس الشكل في وجود طاهر محمد طاهر وحسين الشحات والثغرات اللي بيعملها محمد شريف. انت بتحاول، ولكن كان في 10 دقائق وجود لفرقه فاركو الحقيقه بشكل يهددك بدايه الشوط الثاني هيرجع للمباراه ثاني. يعني قاعدين بنتكلم انت ضيعت كورتين وهو ضيع 4، خدت بالك؟ دي لو في توفيق وفي مباراه ماشيه عاديه هتبقى الحكايه في حته ثانيه. اللي انا قلت لك عليه قبل برضو التمرير المباراه في الاستوديو في اول ما دخلنا قلت لك ايه؟ في فرق بتكسب 2-0 وبنبص بيرجعوا 2-2 وبيرجعوا 3-2. فاركو عمل كده مع اتحاد اسكندريه على فكره. لا بس فاركو كان كسبان 3-0 والاتحاد في اخر الوقت الضايع. يبقى الاتحاد رجع مع فاركو سوري وعمل الكامباك ده وكان ممكن يبقى 3-3. كويس؟ يعني الفرق عندها لعيبه تقدر يعني تعمل لهم امتياز او بس خلي بالك كابتن افضليه وكده. خلي بالك كابتن شريف، نادي الاهلي لعب مع بيراميدز من 3 ايام. انا عارف وصل لاكسترا تايم وقت اضافي. والله انا معاك. فالضغوط كتير، الماتشات كتير طبعاً. المسابقات اللي بيلعب فيها النادي الاهلي الفتره الاخيره كتير، الماتشات كتير جدا في فتره قصيره جدا. ده انت عندك للاسف الرابطه عامله لنا ماتش بعد بكره في اسكندريه مع سموحه. بص عشان كده كل دي ضغوط على لعيبه النادي الاهلي. عشان كده انت النادي الاهلي بيتميز. سموحه اتغلب 3 النهارده. مين؟ مين اللي كده؟ سموحه اتغلب 3 النهارده. سموحه من مين بقى؟ الاتحاد. من الاتحاد. عندنا هنستقبل من الاتحاد. ما هو الاتحاد. فاللي انا عايز اقول لك عليه شكل الفرقه وانت بتلعب معاها، الاداء بتاعك انت ايه اللي بيحصل؟ عايزين لعيبه تتغير وتنزل، عايز تتفرج على كاندوسي وعايز تتفرج على كريستو، فمفيش يعني مفيش وقت غير كده. يعني انت زي ما انت قلت لي دول خارجين لسه من 3 ايام او من ماتشين من نهائي كاس. ايوه. ضغوط واعصاب وماتش رايح جاي ووقت اضافي. ده وقت اضافي، اديك قلت انت كفايه وقت اضافي.
فكان لازم يلعب باللعيبه اللي هي بقت سيمي شفا يعني استشفى زي متولي كده. لان طلبت قلت لك يا رب يطلع سليم من المباراه ما يحصلش عليه ضغوط ويسهل الدنيا كلها. ونزل بطاهر محمد طاهر برضو. تغيير طاهر محمد طاهر هيحصل عليها حوار كتير، ولكن دي عند مستر كولر مش احنا او اي حد. احنا من حبسش ان في لعيب عندي ولعيب كبير وانا بحاول ادخله تاني في الفرقه ويخرج. اكيد هو شاف انه اتخبط خبطه، انا ما اعرفش التغييره دي هيتكلم هو عنها. طبيعي جدا انك انت تدي السولاي يحس بالملعب تاني وكهربا، انما اللعيبه كلها عمليه اجهاد واضحه جدا. الشوط الثاني بتروح للجون مرتين، حتى محمد شريف حبيب اسامه رقص الواد اسامه الراجل وراح على ال 18 ودخل لغايه جوه. ده لو مش عنده ارهاق ده كان راح بيها لغايه الجون ورقص الجون وجاب جون. ده هو بيدور على حد يجي الناحيه الثانيه بس عشان يروح عاملها له سليمه. اللي جاي له كمان ايه مش مسهل عليه المهمه، ده هم خطوتين وانت عارف وانت كنت في المكان ده تلعب كويس جدا، هياخد خطوتين في ظهر المدافع وتك بطن رجله جون اي حد جاي لمحمد شريف. في الاجهاد بيخليك التنفيذ بيبقى مش 100%. فالمهم ان انت بخبراتك قدرت انك انت تفوز في المباراه دي، وعقبال المباراه الجايه دي لو اتلعبت، يعني انا مش فاهم ليه بيلعبوها يعني الى ان والله حرام والله. بس انت النهارده حصل تغييرات هي دي بس اللي مش فاهمها يعني انا مش عارف اللي حصل النهارده ده في التغييرات ده واللي ده بيديك لعيبه احنا شفناها النهارده تقدر تحط فرقه برضو يوم الاثنين تجهيزا بقى للفرقه بتاعت يوم الجمعه. ما عندكش قلق في اي حاجه، انت المشكله معاك معايا فرقه ازاي تجيب الجون الاولاني. صحيح. زمام الامور بقى بتبقى في ايدك كلها، جت بقى ضربه ثابته، جت من عرضيه، جت من شوطه، ما انت جايب شوط جون حلو قوي النهارده كندوسي وحظك اللي بيقولوا جه في كعب حسين الشحات. ف باذن الله يوم الاثنين يكون الاداء افضل كويس، واللعيبه اللي هي عندها استشفاء تريح لغايه يوم الجمعه اللي بعده باذن الله. باذن الله.